حد فيكم جنبه امثال هيقولها بالمغربي والمصري والحد التاني هيترجم له، فهمتوا حاجه؟ ايوه طبعا انا هكسب. طبعا انا هكسب. نبتدي من عند دياب. انت بتكسبي عشان انت عشت في مصر كتير فسمعتي، لكن انا مش لا انا موهوبه بلقط. طبعا طبعا انت عظيمه. اسحب ورقه واحده بس. واحده بس؟ مثل واحد بس. اه هلخبطهم في بعض عشان ما بقاش عارف ايه اللي بيحصل. ماشي. ايه يا جدعان ده؟ في ايه يا جدعان؟ ايه القرعة؟ ما قطعتي غير للبراني. قولها تاني باللغه العربيه الفصحى لو سمحت. باللغه العربيه الفصحى. ايوه القرعة ما قطعتي أنا فهمتها لأنه ده المعنى دي يعني سهلة. دياب ما عرفتهاش المفروض يقول يبقى معناها معنى أنت إيه؟ يعني متهيألي يعني ظل قرعي مد البرة يعني. صح كده، برافو. صح موهوب، طلع موهوب في في اللغات زيي. اللي هيغلط بالمناسبة، اللي هيغلط في اللعبة دي هيحصل إيه بقى؟ اللي يكسب ده خلص. ده اللي يكسب يغني؟ اه اللي يغلط يغني. طب يا رب انت تغلطي لان انا مش قادره. والله احنا هنغني كده كده. المثل بتاعك جنات. طعم ايه ده؟ ايوه طمع عنجي بناله. أيوة. بيت فلسانجي سكن له فيه. طمع عنجي بناله بيت فلسانجي سكن له فيه. مفهومه طبعا. يعني ايه بقى بالمغربي؟ مثل زيه بالمغربي. ما تخيل ان انت هتكسب. ما الحمد لله اشرحها. عشان ما تبقاش تتغري بقى وتقول انا عارفه كل حاجه. انا عندي الحل. تتبرمجي قوي. عندك الحل؟ قولي كلمه. المعنى بالمصري طمع عنجي بناله بيت فلسانجي مثل يعني. اه طمع عنجي. انت عارفه معناه بالمصري؟ ايوه طبعا. هي باينه، هي واضحه، بس ما اعرفش اترجمها يعني اقولها لكم يعني بالمغربي مثلا. شبه الحاجه دي. ايوه ما انا عايزه اعمل. الطماع مصيره وحش. انا الطمع وحش. ممكن نقول ايه بالمغربي؟ انت بتغششيها ليه؟ مش بغشش، انا بقولها ممكن. لا ما تقوليلهاش، هي كبيره وعارفه كل حاجه مش صغيره. هي خسرت وهتغني على فكره. لا لا استنى وطني. صدقيني هتغني. هتغني. قومي غني يا جنات وما تتعبيش قلبي. فلسانجي سكن له فيه. معناها ايه؟ يعني طمع عنجي بناله بيت فلسانجي سكن له فيه. بص دي بتقابل في مركب ان شاء الله بعد ساعتين ثلاثه كده. انت بذمتك عارف معناها المثل ده؟ هي عايزه ما يعادله بالمغربي. ما يعادله ايه بالحياه مثلا؟ بالحياه ما هو مثل بس، هو ده مفيش حاجه ما يعادله. ايوه ما عشان كده بقول لك. ايوه عندك بقى ما يعادله بالمغربي. يعني انا قلت المثل المغربي بتاعكم. قلت ما سهله زي القرم ما شاء الله. لا بصوا انتوا في سهله ايه اساسا؟ انتوا كلامكم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما حدش يفهمه غيركم. طب نسمع. اوعى هنسمع. اوعى انتوا متحيزين لدياب. انتوا طمع عنجي بناله بيت فلسانجي. الطمع نهايته وحشه. نسمع. اوعى يمكن مثلا يعني ممكن اقول مشطر يتعشى مرتين. يعني ايه مشطر يتعشى مرتين؟ يعني اللي هو يعني لا ده موضوع ليه علاقه بالدايت. لا هو الطماع، الطماع اللي بيحب يتعشى مرتين. ده عبيط. يتعشى مرتين يبقى ده واحد عبيط. هو ده عبيط، ده ملوش دعوه. استنى اشرحها لكم. مش مديها فرصه البنت تتكلم. عايزه تديها فرصه تعبر. دي تفاصيل ملهاش دعوه. لو سمحتي عايزه اتكلم. لو سمحت نظمي القعده. اتفضلي. بصي اسمه ده يتعشى مرتين معناه انه اللي هو الشاطر قوي يعني اللي الطماع يعني. أيه. بيبقى عايز الغدا مع العشاء مع بعض عشان يوفر. بيتغدى ويتعشى بدري، بيجوع بالليل. فهمت؟ بيتعشى متاخر. اي كلام. سهله جامد. مثل زي بالظبط. هنغني.